ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من المصارف الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنحو 41 مليار و100 مليون درهم خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 2022 وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة وصل إلى 724 مليار و700 مليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 355 مليار و300 مليون درهم نوفمبر الماضي، فيما بلغ نحو 353 مليار و600 مليون درهم للبنوك في إمارة أبوظبي و99 مليار درهم للمصارف في الإمارات الأخرى.